أخرج الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث العظيم معاشر المؤمنين من أحاديث الترغيب، يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة أمور وفي سبع صفات، من اتصف بها وقام بهذه الأمور فإنه يحظى بهذا الفوز العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. أن يكون في الظل يوم القيامة، ذلك الظل الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى ونسبه الله إلى نفسه تشريفا، في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال الله تعالى: ناقة الله وسقياها، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن، وأنه لما قام عبد الله. هذه النسبة للتشريف. سبعة من الأصناف الكثيرة التي يظلها الله سبحانه وتعالى في ذلك الظل المخلوق، يوم لا ظل إلا ظله. أول صنف قال: إمام عادل، وفي رواية في البخاري: الإمام العادل. أن تكون قدوة وإماما وحاكما وقاض من القضاة، تطبق شرع الله وتحكم بين الخلق بحكم الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة عظيمة. قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإذا طبقت البلدة والدولة والأمة شرع الله سبحانه وتعالى، وإذا قام الحكام بشرع الله، فإنهم ينالون خير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الأمر الثاني قال: وشاب نشأ في عبادة الله. الشاب في عنفوان الشباب، في قوته وفي صحته، تعتريه الشهوات والرغبات، وعنده من القوة وعنده من المؤهلات للملذات والمتاع، ومع ذلك ينشأ نشأة صالحة، يقوم في طاعة ربه في طلب العلم وفي تعليمه للناس
وفي الاستقامة والبعد عن المعاصي وإيثار رضا الله على رغبات النفس، هذا يرحمه الله، لأنه ترك شيئا لله سيعوضه الله خيرا منه. ولذلك مدح الله الشباب، وكثيرا ما يمدح الله الشباب في القرآن. قال الله تعالى عن مريم عليه السلام: وأنبتها نباتا حسنا. وقال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: وأما بلغ أشده واستوى آتيناه علما. هذا العلم وهذه الحكمة والفضل من الله سبحانه وتعالى. ومن الله جل وعلا عليه ووصفه بالإحسان، وكذلك نجزي المحسنين. ومدح الله سبحانه وتعالى أصحاب الكهف فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومدح الله إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل فقال الله جل وعلا: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وهل هناك مدح أعظم من أن تمدح بعداوة الشرك وبتحقيق التوحيد والاستقامة على العقيدة؟ لا أفضل من ذلك ولا يوجد. ولذلك قال الله تعالى عن إسماعيل عليه السلام: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكذلك من الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وهذا الصنف الثالث، أن تكون محافظا على الصلوات، وأن تكون راحتك في المسجد، وأنت تقرأ كتاب الله، وأنت في زاوية من زوايا المسجد، وفي الصف الأول وفي الصفوف الأمامية تجلس فتدعو الله بين الأذان والإقامة، وتقوم وتصلي وتقرأ كتاب الله، راحتك في بيت الله، بينما راحة الكثيرين في الأندية وفي الحفلات وفي الصالات وفي أماكن الله، أنت راحتك في بيت الله. الصنف الرابع: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. قال ابن عثيمين رحمه الله: ذات منصب تؤمنه بمنصبها، وذات جمال تدعوه بجمالها إلى المعصية والفاحشة. فقال: إني أخاف الله. قال ابن عثيمين رحمه الله: لم يمنعه من المعصية أنه ضعيف أو أنه لا شهوة له، وإنما المانع له أنه يخاف الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذه الأصناف، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ومن هذا الصنف ذلك القدوة يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يوسف عليه السلام شاب غائب عن أهله في بلد غير بلده وهو غير متزوج، في قوته والأنبياء أقوى من بقية الناس كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرح صحيح البخاري لما ذكر قصة سليمان عليه السلام التي ذكرها البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال والأنبياء لأنهم أعظم الناس تقوى هم أقوى الناس بدنا، كلما قويت التقوى في العبد قوي في قلبه أمام الشهوات والفتن وقوي في بدنه أمام الناس. ولذلك نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب كما في البخاري وغيره من رواية جابر رضي الله عنه مسيرة شهر قبل أن يلقاه العدو بشهر يرتعد ويخاف من ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا القوة والهيبة والمنعة تكون مع أهل التقوى. يوسف عليه السلام في قوته وفي شبابه وهو بعيد عن الأهل والبلد، والإنسان في الغربة يقع في المعاصي لأنه لا يخجل من الناس، لا يعرفهم ولا يعرفونه، وهي التي دعته وغلقت الأبواب وأمرته وهو عندها كالأسير، وهي سيدة وزوجة العزيز وهي جميلة وذات منصب، وقالت هيت لك، وفي قراءة هيأت لك عند بعض المفسرين يذكرونها، وراودته والمراودة الملاطفة والكلمات التي تقولها المرأة عند ثوران شهوتها تحرك شهوة الرجل بخضوعها وتقنجها وكلماتها التي تجذبه بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير البغوي وهو ابن 33 سنة وهذا عمر أهل الجنة الشبان، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الظالم الذي يعتدي على الناس ومنهم الزاني لأنه يعتدي على أعراض الناس. ولذلك العبد الفارس القوي المؤمن يبتعد عن الحرام ويطلب الحلال ويطلب ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم ومن غلب شهوته وغضبه خاف منه كل شيء، جعل الله له هيبة، ومن غلبته شهوته وغضبه خوفه الله من كل شيء، تجده أضعف الناس وأجبن الناس، ذل المعصية كما قال الله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما له من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. الصنف الخامس ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أن تحب الرجل لا من أجل ماله ولا من أجل قوته ولا من أجل منصبه ولا من أجل جماله ولا من أجل قرابته من الرحم ولا من النسب، وإنما لإيمانه وعمله الصالح. جاء في سنن الترمذي والحديث ثابت كما قرر الألباني رحمه الله أن أبا مسلم الخولاني رحمه الله من أئمة التابعين دخل المسجد وهو يحكي ويروي الحديث عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال دخلت المسجد
فوجدت شابا وقورا عليه سكينة كأن النور يخرج من وجهه، طويل الشعر به لحية، اجتمع عليه الناس إذا تكلم سمعوا كلامه، وإذا تحاكموا إليه صدروا عن رأيه الذي يقوله بحكم الله. قال: فلما فرغ من حديثه قلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما انتهى من درسه وتحديثه للناس قام يصلي، فانتظرته فإذا هو يصلي ويتنفل ويصلي حتى انصرفت، فأتيت في اليوم الثاني، فأتيت قبل صلاة الظهر فجلست فإذا هو يصلي، فلما فرغ من صلاته وسلم أتيته قلت: أنت معاذ ابن جبل؟ قال: نعم. قلت: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت له: إني أحبك في الله. قال: أوالله تحبني في الله؟ قال: قلت: نعم. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا، يبذل بعضهم المال والإنفاق لأخيه، وهكذا. الرجل قبل الأخير: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، حاسب نفسه في خلوته وندم على تفريطه وتقصيره في جنب ربه، فبكى يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والرجل الأخير والصنف الأخير: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها من إخلاصه وصدقه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أخفى الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الإخلاص لله، وهذا أساس الأعمال والفوز به في الدنيا والآخرة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أن تكون عبادتك لله، لا تدعو إلا الله، لا تلجأ إلى الأموات ولا إلى الغائبين، لا تتبرك بالأتربة، لا تدعو أصحاب القبور، لا تعتقد أن غير الله يعلم الغيب، لا تعتقد أن غير الله يهب الذرية، لا تعلق التمائم والعباد. عقيدتك في الله صحيحة وعملك لله خالص تكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح شأننا أجمعين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها الطاعة ويذل فيها بالمعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينافي عن المنكر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينزل الرحمة والخير والأمن والأمان ورزق الوافر على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، ويجمعنا وإياكم في دار الكرامة إخوانا على سبيل المتقابلين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم.